السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب كلية الصيدلة المرحلة الأولى، نكمل محاضراتنا الخاصة بمادة الـ Principles of Pharmacy Practice. عندنا محاضرة تقريب رقم 6، الـ 2 chapters about calculation of doses. The first chapter اللي هو General Consideration، بعض المفاهيم المهمة الخاصة بالـ Calculation of Doses. عندي the dose of drug، شنو يعني dose of drug؟ عرفتوا ان الدوز اللي هي الجرعة، the quantitative amount administered or taken by a patient for the intended medicinal effect، اللي هي كمية العلاج quantitative amount، كمية العلاج اللي راح ياخذها المريض. single dose يعني جرعة مفردة، the amount taken at one time، يعني مثلا جرعة ما اخذتها انا وقت الظهر هذه جرعة single dose. من اقول daily dose or a total dose، لا مثلا علاج انا اخذه 3 مرات باليوم، مثلا 500 ملغرام كل 8 ساعات. فالديلي دوز يعني الدوز الخاصة بكل اليوم، أو نسميها التوتال دوز الجرعة الكلية، أنا ماخذتها 3 مرات باليوم، لكل مرة عندي 500 ملغرام مثلا مثال. فإذا إيش قد التوتال عندي؟ عندي 1500، هذا التوتال دوز. زين السنجل دوز إيش قد عندي؟ السنجل دوز هي فقط 500 ملغرام. فالديلي دوز may be taken divided، ممكن اني اقسمها على شكل جرعة مقسمة 3 مرات، مثلا يقول لي انت باليوم الديلي دوز هي 1500. في بعض الادوية ممكن انه هذا الديلي دوز تنوخذ كجرعة واحدة كسنجل دوز، بينما في ادوية اخرى لانه هذه الجرعة لازم شنو تنوخذ ك divided dose، تقسم على مرتين باليوم او 3 مرات باليوم حسب طبيعة العلاج والبروبرتيز مالته. The scheduling of drug of dosing العفو الجدول الخاص بالعلاج، او احنا نسميه الرجيم الخاص بالعلاج regimen، for time per day for 10 days، يعني كل المعلومات الخاصة بالعلاج تكون معلومة عندك. هذا العلاج تاخذه 4 مرات باليوم، مثلا 500 ملغرام، 4 مرات four time a day، 4 مرات باليوم لمدة 10 أيام، هذا الدوز دوزج رجيمين. بالنسبة the median effective dose، median effective dose وعندي median effective dose و toxic dose، هذه مهمة. effective dose يعني جرعة متوسط، جرعة العلاج اللي تنطيني التأثير المرغوب به، التأثير اللي المفروض ناخذه من العلاج. التوكسيك دوز ميديان توكسيك دوز الجرعة اللي تسبب لي سمية، لكل علاج إلى مستوى من الجرعة. احنا ليش نقول مثلا 500 ملغرام، أو مثلا علاجات بالمايكرو، علاجات القلب، علاجات الضغط، اكو علاجات كلش قليلة الجرعة مالتها، هذا شو نخاف من عتها؟ من التوكسيك دوز. اكو علاجات يثبتون انه هذا العلاج هالمرة تاخذه باليوم مرة واحدة مثلا باليوم بهذه الجرعة، ليش؟ لأن إلى أي زيادة بجرعة العلاج ممكن ينتقل إلى التوكسيك دوز. فتعريف الميديان إفكتيف دوز، طبعا إحنا اتفقنا إنه إحنا ما عندنا مثل شروحات، ما أعطيكم فد تعريف وتشرحوا لي كشرح، لا ممكن إنه أنا مثلا كيجيكم كمالتيبل تشويس أو ممكن فراغ، يعني أنا أعطيكم التعريف الكامل وأنتوا تنطوني اسم التعريف بالفراغ. The medium effective dose of a drug is the amount that produces desired intensity of drugs. كمية العلاج اللي تنطيني desired intensity of effect، التأثير المرغوب به أو اللي إحنا نريده من العلاج. When in 50% of individual testing tested، 50% من الأعداد اللي إحنا جربنا عليها. مثلاً فد animal، مجربين على animal مثلا فد 100 animal ماوس أو rabbit، تجارب العلاج يصير عليهم، فخمسين بالمئة من عندهم المفروض ينطوني ال desired effect، فهذا شو أسمي ال median effective dose. بينما ال median toxic dose of a drug is the amount that produce، من اسمها toxic dose راح تنطيني toxic effect. وين هذا التوكسيك افكت؟ ان 50% اوف انديفيدوال تيست، لازم اذا وصلت 50% من هذه النماذج اللي انا جاي اشتغل عليها التجارب، 50% ظهرت عليها علامات التوكسيك دوز، اذا هذه عندي التوكسيك دوز اوف دراكس. فالمفروض
الإفكتيف دوز تكون أقل من عده. Drugs intended to produce systemic effect must be كل العلاجات اللي نعطيها اللي راح ينطيني systemic effect يعني تأثير على الجسم must be absorbed لازم شي يصير له راح يصير له امتصاص or placed directly into the circulation أو ممكن بواسطة الـ IV يعني أنا إذا العلاج إذا ما أخذته orally بالفم لازم شي يصير له امتصاص حتى ينتقل إلى systemic effect إلى جهاز الجسم للدم بينما ممكن أن يكون placed directly into the circulation بواسطة الانجكشن IV injection أو IM injection بعد ما يوصل للcirculation راح يصير له distributed راح يتوزع بالجسم inadequate concentration في تركيز ملائم للجسم ما يسبب لي toxic dose to the body cellular site of action وين هذا العلاج المفروض يشتغل فراح يتوزع يوصل إلى الـ site of action. For certain drugs, a correlation أكو فد علاقة exist between a drug dosage, the drug blood serum concentration after administration, and the presentation and the degree of a drug effect. أكو فد correlation علاقة ما بين الجرعة فإذا كانت الجرعة عالية drug dosage فالتركيز أكيد بالبلد شي يكون عالي. وإذا كان التركيز بالبلد عالي معناته شي يكون الـ degree of drug effect راح يكون أكيد التأثير عالي. An average blood serum concentration of a drug can be measured. ممكن إنه إحنا نقيس تركيز العلاج بالدم ينقاس لو ما ينقاس ينقاس تركيز العلاج بالدم. Can be measured. And the minimum concentration أقل تركيز determine that can be expected to produce the drug desired effect أقل تركيز للعلاج اللي راح ينطيني التأثير اللي إحنا نريده للعلاج شو أسمي هذا minimum effective concentration حتى إحنا نمشي عليه هو هذا minimum effective أقل تركيز للعلاج اللي راح ينطيني التأثير المرغوب للعلاج effective بينما The base level of a blood serum concentration that produce dose-related toxic effect بينما تركيز العلاج اللي راح يسبب لي toxic effect ممكن أسمين minimum toxic concentration فشنو صار عندي؟ عندي minimum في الـ MEC حفظ المختصر مهم الـ MEC اللي هو minimum effective concentration وعندي minimum toxic concentration الـ minimum effective concentration اللي هو أقل تركيز راح ينطيني desired effect والمينيموم توكسيك كونستريشن اللي هو اقل تركيز اللي راح يسبب لي السم اللي راح يسبب لي التوكسيك افكت وهذه صورة توضيحية هذا عندي المينيموم كونستريشن ماخذين العلاج على حسب الاصول راح يصير عندي الافكتيف كونستريشن بينما اذا صار اي خربطة وزيادة بالجرعة العلاج ممكن يوصل الى التوكسيك concentration فإذا عبر هذا التوكسيك كونستريشن معناته راح يصير عندي اعراض سمية من العلاج For certain drugs, a larger than usual initial dose may be required to achieve the desired blood drug level. قسم من العلاجات وخاصة اللي تصير في حالات الطوارئ والعناية بالطوارئ أكثر شيء. أكو عندنا دوز إيش أسميها؟ Loading dose أو priming dose. اللي ماشي عليها اللي هي loading dose. شنو هذه loading dose؟ اللي هي الجرعة اللي تكون larger than usual initial concentration مثلا اني هذا العلاج اللي متعارف عليه اني انطيه مثلا 5 ملغرام اجى المريض للطوارئ فاحنا شنو لازم حتى الاعراض اللي جاي بها المريض تتعدل مباشرة ينطونا loading dose فرضا 15 ملغرام هذه loading dose LD شبيه loading dose تكون اكبر من usual dose من المعتادة زين هسه اللودينج دوز تكون larger than usual initial dose subsequent maintenance dose شنو يعني المينتنس دوز اللي هي similar in amount to the usual dose المينتنس دوز نفس usual dose بينما اللودينج دوز لا راح تكون larger than usual dose are then administered according to the dosage regimen
to sustain the desired drug blood level or drug effect. يعني أنا المريض أول ما أجي أعطيته 15 ملي غرام حتى الأعراض تخف، مثلا مرضى الصرع أو اللي عندهم الشمرات الحرارية مرات ينطون يعني جرعة عالية من العلاج، وأغلبية اللي هي مرضى الإبليبسي الصرع ينطوها اللومينال لودينج دوز، بعدين لا تتقسم ترجع يعني لودينج دوز فقط جرعة واحدة فقط أول ما يوصل المريض، بعدها لا تتحول ترجع إلى المينتنانس دوز. اوكي ار ذن ادمنسترد اكوردنج تو ذا دوزج ريجيمين تو سستين ذا ديزايرد دراج بلاد ليفل، حتى نمشي على الديزايرد دراج بلاد ليفل اور دراج افكت، ما نريد نوصل الى التوكسيك افكت. سيرتن بايولوجيكال اور اميونولوجيكال برودكت such as مثل عندنا فاكسينز may be an administered مثل لا هي لودينج دوز ولا هي مينتنس بروفيلاكتيك دوز. شنو يعني بروفيلاكتيك دوز؟ اللي هي جرعة حماية تعتبر to protect the patient from contracting specific disease، حتى احمي المريض فانا نعطيه فاكسين. other product مثل عندنا الانتي توكسين، مثل على فد مريض ماخذ جرعة عالية من علاج، او مرات الاطفال تصير الحالات انه الطفل ماخذ علاج لمريض كبير بالعمر فهذا يعتبر توكسين، فمن يوصل للمستشفى المفروض شنو ينطوه؟ ينطوه انتي توكسين، يعني فد علاج يعاكس عمل العلاج اللي اخذاه الطفل. may be administered in therapeutic dose، لا هذا تنعطي بثيرابيوتيك دوز to counter حتى تعكس to counter disease after exposure or contractions. واضح؟ هسه عندي لودينج دوز اللي هي تكون larger than usual dose، عندنا المينتنس دوز تشبه اليوجوال دوز، عندنا بروفيلاكتيك دوز راح تنوخذ ك to protect the patient، وعندنا الاذر برودكت مثل الانتي توكسين اللي هذا تعتبر تنطب ثيرابيوتيك دوز لان هي حاله مرضيه. the doses of some biological product مثل عندنا الانسولين are expressed in units، تعرفون ان الانسولين باليونت in unit of activity derived from the biological assay، مثل احنا عندنا الانسولين موجود بالبلد يعني موجود طبيعيا بالجسم، فمن ياخذ المريض كجرع ياخذه بالوحدات حتى يكون derived from biological assay method. طلاب عندنا route of administration routes of drug dose administration and dosage form. Doses of drugs are administered by variety of dosage form. عندنا أشكال علاجية متنوعة. أكو من عندها الأورال، أكو من عندها اللي ينطي بالوريد الأورال اللي هو يعتبر ال and route of administration. Route of administration مثل عندنا أورالي بالفم، أو مثل IV بالوريد، أو IM بالعضلة، أو عندنا السبكات سبكوتينيوس تحت الجلد مثل الإنسولين علاجات السكري. الأورالي مثل شنو عندنا الأشكال العلاجية اللي تنوخذ أورالي؟ مثل عندنا السيرب سسبنشن، عندنا التابلت الكبسول وهكذا. فهسه ناخذها إن شاء الله كلها واضحة بالجدول. In addition to the drugs itself, dosage form هذه الأشكال العلاجية بالإضافة إلى مكون العلاج الأكتيف إنجريدينت العلاج الفعال، أكو فد إضافات تنضاف contain pharmaceutical ingredient. هذه الفارماسيوتيكال انجريدينت يعني ضروريه بالفيزيكال بروبرتيز او الفيزيكال فيتشرز، عندنا بالستابيليتي ريكويرمنت مثل هذا العلاج المفروض يبقى فتره اطول، يعني مو مباشره اني اول ما افتح قنينه العلاج اخذ الجرعه، مثلا تصوروا انه قنينه الشراب اخذ الجرعه مالتي والباقي يتلف، لا انه الستابيليتي احافظ على بقاء العلاج لاطول فتره ممكنه، فلذلك شنو تنضاف حتى احافظ على الستابيليتي؟ اكو فارماسيوتيكال انجريدينت ان شاء الله تعرفوها بمرور المراحل. and aesthetic characteristic desired for optimal therapeutic effect، العديد من الامور الاضافيه. عندنا بعد السولفنت المذيبات، الفيكلز البريزرفاتيف مواد الحافظه، الستابلايزر السوليوبلايزر يعني المواد المذيبه، البايندر يعني في حاله التابلت يعني عندي باودر فحتى ينضغط كتابلت اكو فد بايندر تنضاف إليه حتى تزيد الترابط ما بين الجزيئات، الفيلر الديسنتجرانت يعني متعددات، الكالرنت الفلافورنت اللي خاصة في حالة السيرب للأطفال أنه يحتاج أنه أضيف لفد مطيبات وألوان حتى نرغب الأطفال به. With added pharmaceutical ingredient the quantity of an active ingredient in dosage form represent only
يعني كمية مع أضافة الفارماسيوتيكال إنجريدينت، هذه الأضافات اللي تكلمنا عنها، كمية the quantity of active ingredient in dosage form represent only a portion, often a smaller portion، يعني تمثل جزء من كمية القنينة مالت العلاج، of the total weight، يعني مثلا أنا عندي الوزن اللي أوزنه فرضا يعني فد 20 غرام، يعني ممكن أنه فد 5 غرام من هذا العلاج فقط هو الاكتيف انجريدينت، فقط جزء المتبقي اللي هو الفارماسيوتيكال انجريدينتس. مثل عندنا فور اكزامبل تابت وذ 10 ملي جرام اوف دركس، عندنا هذا علاج 10 ملي جرام، يعني شنو هذه ال 10 ملي جرام؟ هي كميه الاكتيف انجريدينت. اكتشوالي كود ويت ماني تايم ذات اماونت بيكوز اوف ذا ادد فارماسيوتيكال انجريدينت، لما ما اوزنها اني ممكن الوزن اللي نحصله يعني اكثر باضعاف من الوزن العلاج الاكتيف انجريدينت، هذا الوزن المضاف اللي هو كميه الفارماسيوتيكال انجريدينت. بس لما تنسال ايش قد الاكتيف انجريدينت اللي موجود على العلاج، اللي هي الرقم اللي موجود الاصلي، هاي 10 ملي غرام فقط الاكتيف انجريدينت، بس من تجي توزنها بالحقيقه لا راح تلقى زياده بالوزن. زين شلون اني مكتوب 10 ملي غرام وشلون اني وزني هذا زياده بي؟ لا، هذا الوزن الزايد هي كميه الفارماسيوتيكال انجريدينت المضاف. هذا الجدول عندنا روت اوف ادمنستريشن، عندنا الاورالي، الاورالي هو الماوث راح يتحول الماوث وين للجي اي تي تراكت، عندنا السبلينجوال تحت اللسان اندر ذا تونج تعرف كل واحد من عنده موجود، البارنترال اللي هو الانجكشن، البيكوتينوس الكونجنكتيفيال بالايس بالعيون، الانترانيزال بالنوز، انترارسبيراتوري باللانج، الركتال بالركتم، الفاجينال بالفاجينا، واليوريثرال باليوريثرا، وكل واحد الدوزج فورم الأشكال العلاجية اللي موجودة بيه. نجي هسه الدوز ميجرينج أو ميجرمنت. الدوز ميجرمنت أنا شلون أقدر أقيس الجرعة اللي أنطيها للمريض، جرعة العلاج، فرضا إنه أنت ماخذ فد شراب مثلا أورال ليكود، بالأورال ليكود شلون تقيس الجرعة؟ أكو عندنا كاليبريتد كاب، دائما تشوفون بالعلاج بالشرابات أكو كاب مقبق عليه مثل كوب صغير عليه كالبريت، يعني مدرج بالقياسات الموجودة. بينما في حال الانترافينوسي للبارنترال ميديكيشن، بارنترال اللي هو الانجكشن، شنو موجود عندنا؟ اكو سرنجين، سرنج اللي هو تسحب العلاج اللي موجود بي، اند انترافينوسي اكو علاجات السيت الخاصة بالانترافينوس، مثل عندنا اكو اجهزة تقطير خاصة لتحسب كمية العلاج اللي تمر بالوريد، بالاضافة الى السرنج اللي هي الاساسية والمعروفة. زين in the home setting في حالة بالبيت شلون المريض يقدر يقيس العلاج؟ the adult patient or child parent يعني اولاد الاطفال المرضى generally measures and administers medication exception occur when home health care personnel are involved in the patient care، يعني في حالة حسب المستشفى معروف انه الكادر التمريضي مسؤول على هذا الامور النيرس. بالهوم سيتنج اللي هو الادلت بيشنت هو اللي راح بنفسه ياخذ العلاج مالته، والتشايلد منو اللي ينطي تشايلد؟ اللي هو البارنت جنرالي ميجر، ما عدا انه في حالة انه موجود هوم هيلث كير، يعني اكو شخصيات انه اذا مريض بالبيت اكو هوم هيلث كير، يعني فد شخص مسؤول على العناية بالمريض، هذا هو اللي ينطي وموجود عندنا. Liquid dosage is usually measured in household term. شنو هذا household term؟ يعني الأمور اللي موجودة بالهاوس. عندي teaspoonful وعندنا tablespoonful. وأكو عندنا oral dispenser. Find use in administer a calibrated quantity of liquid medication to child. تعرفون ال teaspoonful من اسمها ملعقة الشاي، and tablespoonful اللي هي ملعقة الطعام، هسه نعرف القياسات بالضبط. بالنسبة للتي سبون فول الطبية اللي نعطي بها العلاج، ايش قد تعادل لي التي؟ هذه مهم حفظ، مهم جدا. التي سبون فول الرمز مالتها هذا 5 مل، اللي تعادل لي ايش قد؟ 1/6 فلويد أونس. عرفتوا شنو يعني فلويد أونس بالمحاضرة السابقة. بالنسبة للتيبل سبون فول هي ملعقة الطعام، وطبعا الملعقة الطبية مو هاي ملعقتنا اللي تقيسونها، راح تشوفون اكو فروقات موجودة بيناتهم. عندي 15 مل اللي تعادل لنصف فلويد أونس تقريبي، طبعا بما يعادل الفلويد أونس.
واضح. وعندنا الديسبنسر، هذا الديسبنسر هسه غالبا ما تشوفون اغلب السيرابز او السسبنشن الاورالي تشوفون وياه، هذه الديسبنسر اللي مثل السرنجة طبعا، لكن قياساتها حسب كمية العلاج اللي تنطي للأطفال. وكذلك موجود الكالبريتد دروبر، قسم من العلاجات موجود على شكل وياه دروبر، فهذه ممكن أيضا تنطي دوز مجرد. In calculating doses, the pharmacist and physician accept a capacity of 5 مول، قلنا التيسبون فول 5 مول، والتيبل سبون فول هي 15 مول. It should be noted that لازم انه نلاحظ فد شيء، that the capacity of the household teaspoonful راح يصير عندنا اختلاف بالقياس مالتها من 3 الى 7 مول، واحنا ايش قد قياسنا بالنسبه للتيسبونفول 5 مول، وبالنسبه للتيبل سبونفول راح مختلفه من 15 الى 22، اللي احنا ايش قد قياسنا فقط 15، احنا شنو اللي نعتمده؟ هذه ال 15 وهذه ال 5 مول. واضح. فهذه الطبية تختلف عن الهاوسهولد يعني الموجودة بالبيت، راح عندنا اختلافات، وخاصة في العلاجات اللي المفروض نضبط الدوز مالتها اكو ملعقة راح تكون مرفقة مع الشراب فهي تنطي بها العلاج. زين هسه الدوزز عندنا تو فاكتور and the following question by rearrangement the third may be calculation. احنا كم فاكتر عندنا هنا؟ عندنا ثلاثة، تو فاكتر راح يكون معطى والفاكتر الثالث راح ينحسب. يعني أنا إذا مطلوب من عندي هو شنو الإكويشن عندنا؟ النمبر أوف دوزز، عدد الجرع اللي ياخذها المريض. شلون نعرف عدد الجرع اللي راح ياخذها؟ توتال كوانتيتي، كمية العلاج الكلية على السايز أوف دوز، جرعة العلاج. فإذا مطلوب من عندي النمبر أوف دوز راح أشوف بالسؤال موجود عندنا التوتال كوانتيتي والسايز أوف دوز، وإذا مطلوب من عندي التوتال كوانتيتي راح تكون البقية اثنين معلومين، وهكذا سنشوف بالأمثلة. مثلا if the dose of drug is عندنا 200 ملغرام، جرعة العلاج dose of drug 200 ملغرام، how many doses؟ إذا شنو يريد؟ عدد how many، كم عدد؟ يريد عدد الجرع. are contained in، دائما ما بعد الكونتينت شنو تلقون؟ كمية التوتال كوانتيتي، التوتال كوانتيتي. فأول خطوة شنو نسوي؟ ننتبه المن للوحدات، لازم أني عادل الوحدات، لازم كلهم أوازنهم اثنينهم نفس الوحدات. فعندي العشرة غرام نحولها للمليغرام نضربها بألف، هتصير عندنا 10,000، والقانون نفسه يطبق. شنو أريد أني؟ number of dose، total quantity على الجرعة الوحدة، total quantity العشرة آلاف على الميتين ملغرام اللي هي كمية الجرعة الوحدة، وتساوي عندنا 20، الوحدة مهمة هنا تكتبون doses عدد الجرعة. إذا عندي 1 tablespoon is prescribed at the dose، إذا إيش عندنا الجرعة الدوز تساوي 1 tablespoonful. شنو tablespoonful؟ إيش قد تعاد إن قلت لكم تحفظوها؟ هاي بعد ما تنطي 15 مل، هذه أنتوا حافظيها. Approximately تقريبا how many doses؟ إذا شو يريد؟ نفس الشيء يريد عدد الجرع. أجي أنا بعد إيش محتاجة؟ الجرعة موجودة عندي، محتاجة الكمية الكلية. Will be contained in 1 pint of medicine. ال 1 بنت عرفتوا قيمتها شقد؟ اللي هي 473 مل. أطبق القانون، number of dose total quantity الوحدات نفسها من اللتر من اللتر، 473 على 15 ويساوي 31.5 أو 31 doses، ما عندنا نص راح نرجعها المن لل 31. سؤال آخر، في the dose of drugs جرعة العلاج 50 مايكرو، how many doses؟ نفس الشيء how many doses، وهذا جرع مجرد تعادلون الوحدات، وهكذا الحل موجود عندكم. زين إذا أراد بالعكس راح يصير القانون، بدل ما كان number of doses يساوي total quantity على size of dose، هسا أنا أريد size يساوي طرفين أو بوسطين هنا واحد، n بالS يساوي t، إذا size of dose راح يساوي للتوتال كوانتيتي البعيد على القريب اللي هو number of doses. ناخذ مثال واحد والبقية موجودين عندكم، how many teaspoonful، كم teaspoonful؟ يعني الإجابة بمن يريدها؟ بملاعق الشاي teaspoonful.
should be prescribed in each dose. يعني يريد in each dose. شو يريد؟ يريد size of dose. يريد كمية الجرعة الواحدة. If an of an إلكزير if 180 ملي جرام عفوا ملي لتر contains قلنا الكونتين نلقي قبلها الكمية الكلية. إذن إحنا size of dose راح يساوي للtotal quantity اللي هي 180 ملي لتر contain 18 doses 18 doses معناتها جرع ES فهذا تعرفون أنتم جمع معناتها هذه عدد الجرع ممكن أنه أنتم للكلمات المصاحبة للأرقام ممكن تفرزنوها فعندي التوتال كوانتيتي على 18 ويساوي لعشرة مل من تكتب لي بس العشرة مل يتنقص على السؤال ليش فهي كمية الجرعة صح السايز أوف دوز عشرة مل بس هو شنو رايت هاو ماني تي سبون فول كم ملعقة شاي كل واحد تي سبون فول شو تعادل لي خمسة مل إذا العشرة كم ملعقة شاي عندنا تو تي سبون فول هالشكل تأخذ درجة كاملة نجي بالنسبة للدروبس للقطرات اللي هي as unit of measure قلنا شنو الرمز مالتها جي دبل تي is used as measure of small volume of liquid medication الدروب does not represent a definite quantity يعني ما راح تمثل لي فد قيمة مضبوطة ليش because drop of different liquid vary greatly قطرات الليكويد المختلفة راح تختلف ليش تختلف لان عندنا الدنسيتي مختلفة فاحنا على من راح نقيس راح نقيس على الووتر ونشوف The official dropper is calibrated to deliver approximately 20 drop of water per milliliter. يعني كل واحد مللتر من الووتر كم قطرة راح ينطيني؟ راح ينطيني 20 قطرة. أوكي؟ كل واحد مللتر من الووتر بما أنه الويت يساوي الفوليوم. بالووتر density شبيه كثافة الووتر كثافة الووتر واحد الكثافة شو تساوي الكتلة على الحجم الكثافة شو تساوي إن الكتلة على الحجم إذا كانت density واحد إذن الكتلة شبيه راح تساوي الحجم إذن كل وان مل من الووتر راح يعادل لنا واحد غرام والغرام اللي هو نفسه ألف ملي غرام واضح فإحنا شعدنا كل واحد مل شي عادل انه 20 دروب اذا هذا الالف ملي غرام اقسمها على 20 دروبس صفر ويا صفر هاي بيها واحد هاي بيها خمسة اذا كل دروبس معناتها 50 ملي غرام Example: How many drops would be prescribed in each dose of a liquid medicine? If عندي 15 milliliter contained 60 doses. إذن شنو هذه عدد number of dose وهذا total quantity. The dispensing dropper drop الخاصة بهذا العلاج كل 1 مل إيش قد تعادل إنه 32 قطرة. قلنا الدروبس مختلفة باختلاف العلاجات ليش لأن الكثافات مختلفة فعندي أني هذا العلاج اللي راح بهذا الإكزامبل كل وان مل راح ينطيني 32 دروب شريد how many drop would be prescribed in each dose يعني يريد size of dose يريد size of dose بمن بالقطرات وش نسوي هسه احنا شعدنا التوتال كوانتيتي التوتال كوانتيتي 15 مليلتر كل مليلتر شي عادل لي كم قطره يعادل 32 قطره خلي احول التوتال كوانتيتي الى قطرات اذا 15 في 32 راح يساوي لي 480 دروب اقسمها على نمبر اوف دوزز اللي هي 60 او ممكن انه انتم تقسمون التوتال كوانتيتي على نمبر اوف دوز بعدين تحولون المليلتر الى دروبس تضربوها صحيح نفس الشيء الطريقة الثالثة أو الحساب الثالث عندنا التوتال كوانتيتي نفس القانون عندنا number of dose يساوي التوتال كوانتيتي على size of dose شنو أريد هالمرة التوتال كوانتيتي طرفين وبسطين إذن التوتال يساوي number of dose في size
number of doses في size of dose. ناخذ مثال: how many milliliters of a liquid medicine, how many milliliters of medicine provide patient with. ايش عندي اني 2 tablespoonful. كل tablespoonful ايش قد تعادلي مباشرة تخلون 15. حافظيها هذه انتم وانطيكم اياها. ياخذ خاشق ملعقتين اكل twice يعني مرتين باليوم, twice a day مرتين باليوم لمدة 8 ايام. وهذا شو نسميه drug regimen اللي هو الرجيم الخاص بالعلاج, كمية العلاج الكلية راح استخرجه. كم ملعقة باليوم ياخذ؟ 2. كم مرة؟ مرتين. اذا ياخذ ملعقتين مرتين باليوم. ال 2 تيبل سبون فول شو تعادل لنا؟ 30, لان كل وحدة 15. اذا الاثنين راح تعادل لنا 30. number of doses كم جرعة؟ twice a day راح ياخذها مرتين باليوم يعني جرعتين باليوم في كم يوم؟ 8 ايام راح يساوي لنا 16 doses. اذا number of doses راح يساوي 16. واضح number of doses شلون تحسبوها؟ عدد الايام في عدد المرات باليوم, مرتين باليوم في 8 ايام. size of dose الجرعة الوحدة اللي هي ملعقتين أكل, 2 في 15 راح يساوي لنا 30 مل. إذا total quantity راح يساوي لنا number of doses اللي هو 16 في size of doses 30 ويساوي 480 مل, وهذا total quantity. واضح؟ وبقية الأمثلة نفس الشيء. طلاب بالنسبة لـ low dose and high dose therapies عندنا قسم من الثيرابيز كل علاج هو الى اليوجوال دوز, الدوز المعتادة له. في بعض الاحيان ننطي لو دوز من هذا العلاج, مثلا عندنا الاسبرين. الاسبرين اليوجوال دوز اليه هو 325. زين شنو اللو دوز؟ اللو دوز 81 ملي غرام. ايش وقت ننطي اللو دوز؟ تو لور ذا ريسك اوف هارت اتاك اند كلوت ريليتد ستروك. يعني من اقول لكم ذا دوز اوف اسبرين that used to lower the risk of heart attack and clot related stroke من هي ال 81 لو 325؟ لا, اللو دوز اللي هي ال 81. example اخر اللو دوز ان البوست مينوباسال هرمون ثيرابي, هرمونات ثيرابي اللي تنطي بعد سن الياس, ان which doses يعني راح تكون 50% من اليوجوال دوز, تكون اقل من اليوجوال دوز بالنص. يعني الهاي دوز ثيرابي بالعكس راح يكون اكثر من اليوجوال دوز. من العلاجات اللي نعطيها اكثر من اليوجوال دوز اللي هي الكيموثيرابيوتيك تريتمنت اوف كانسر, علاجات الكانسر اللي نعطي كيموثيرابيوتيك دراجز. انو ذير از ان اتمبت ثرو ان انكريز دوز انتنسيتي تو كول ذا تيومر سيل. الفارماسيست بصورة عامة بالنسبة لبقية العلاجات must be aware from of the use of high dose therapies, لازم يكون حذر من استخدام الهاي دوز ثيرابي إلا في حالات مثل الكانسر أي مستوجب الأمر, while remaining vigilant in protecting patient against intended high dose and consequent drug overdose. يعني أكو عندي أعراض و adverse effect أنا في حال استخدمت الهاي دوز ممكن تأثر لي عليها. example عندنا if a patient is a changed from daily standard dose postmenopausal product containing ايش قد يحتوي هذا العلاج اللي ينطي الهرمون 625 ملغ of conjugated estrogen. تحول changed from, تم تغيير العلاج daily dose من ال 625 to a low dose formulation. ايش قد تحتوي اللو دوز؟ 35 ملغرام من ال conjugated estrogen. How many milligram less of conjugated estrogen would the patient take per week؟ عدد الملغرامز اللي هي الأقل من ال usual dose. الهاي ال usual dose إيش قد عندي؟ 625. اللو دوز 35. إذا إيش قد صار الفرق ما بيناتهم؟ مجرد سبتراكت النقص. اليوجوال دوز اللو دوز شقد الفرق عندي؟ 275 بالألف. شنو عندنا بير ويك؟ لكل أسبوع. هذا صار الفرق بالأسبوع ما بين اليوجوال دوز واللو دوز. To reduce the inflammation of an optic nerve a patient is administered high dose prednisolone
حتى يقللون الانفلاميشن الصاير بالاوبتيك نير انطى البيشنت هاي دوز برزلون 900 ملي غرام بير داي لمدة 5 أيام هاي دوز باي انترافينوس انفيوجن. اليوجوال دوز للبرزلون للبريدزون ايش قد عندنا اليوجوال دوز؟ من 5 إلى 60 ملي غرام بير داي depending on the condition being treated. Calculate the dose that the patient received as a multiple of highest usual daily dose. يقول لك احسب كمية او جرعة اللي خذاها المريض as multiple مضروبة بكم عدد مرات الـ usual dose. يعني هذا الـ high dose بكم مرة انضربت الـ usual dose حتى حصلت عليها. مجرد قسمة اني اقسم الـ high dose على الـ راح اخذ اعلى شيء بال usual dose. كم مرة تعادلها؟ تعادلها 15 مرة. يعني ال 900 تحتوي على 60 15 مرة. اذا ال usual dose العفو ال highest dose multiple 15 مرة بال usual dose. ال highest dose مضروبة 15 مرة بمن؟ بال usual dose. نجي عندنا موضوع الـ Fixed Dose Combination Product. Variety of prescription and non-prescription product are available containing two or more therapeutic agents in fixed dose combination. خاصة بالسنوات الأخيرة راح نشوف شنو التابلت مثلا يحتوي على أكثر من علاج أكثر من active ingredient. شنو الفائدة الـ Advantage of Combination Product؟ لها Advantage أكيد بدل ما المريض يأخذ لفد حبايتين ثلاثة خاصة مرضى الأمراض المزمنة لا راح أخذ له حباية واحدة. Two or more needed drug may be taken in single dose راح أخذ جرعة واحدة أنا. More convenient and enhance compliance and less expensive بدل ما أني أشتري كم شريط هو راح يكون شريط واحد للعلاج. Disadvantage is the relative inflexibility in dosing يعني إذا أراد الطبيب يغير جرع بواحد من العلاجات الموجودة بالcombination ممكن ما يلقى بهذا الشريط الجرعة اللي مفروض ينقص لها فبهيج حالة لا راح يرجع إلى ينطي العلاج منفصل كل شريط. لابن اكزامبل على الفيكست بيس الفيكست دوز كومبينيشن برودكت. هذا الاكزامبل اللي هو عبارة عندنا علاجين الفازارتان اند هيدروكلورثيازايد. هذا العلاجين موجود بصيغتين يا اما سبريتلي يعني كل واحد شريط وحده أو كومبينيشن اثنيناتهم مدموجين بشريط واحد إن سترينث يعني في حالة الكومبينيشن موجود عندنا 80 ملي غرام إلى 12.5 يعني شنو هذا الكسر 80 ملي غرام هو الفازارتان العلاج الأول وال 12.5 الهيدروكلورثيازيد العلاج الثاني وموجود 160 ب 12.5 وموجود عندنا 160 ب 25 ملي غرام واضح زين. If the patient was receiving the lowest dose combination إذا كان المريض ماخذ combination يعني شريط واحد يحتوي على العلاجين سوى وماخذه باللوست دوز برودكت and the physician الأخصائي wish to double the dose of hydrochlorothiazide what is the option الطبيب الأخصائي يريد يسوي لنا دبل للدوز زين. اول شيء خلينا نحدد اللوست دوز كومبينيشن هاي عند الكومبينيشنات وين اللوست دوز هذا اللي هو 80 اقل قيمه للهيدروكلورثيز للفازارتان وال12.5 هذه اقل قيمه للهيدروكلورثيزات هذا هو اللوست دوز زين. قد اسوي كومبينيشن للعلاج الثاني فقط للهيدروكلورثيزات قد اسويها 25 زين. اجي اني هسه هذا الخمس ال 12.5 قد اسويها 25 عندنا بالكومبينيشن 25 هذه عندي 25 لكن شنو بالمقابل موجود وياها؟ موجود وياها 160 ملي غرام اني شنو عندي باللوست دوز 80 يعني سوالي مضاعفه للعلاجين زين. الطبيب الاخصائي شو يريد يسوي؟ مضاعفه فقط للعلاج الثاني الهيدروكلورثيازايد. اذا بيجي حال شو نسوي؟ ان اديشنال بريسكريبشن فور راح نحط 12.5 ملي غرام للهيدروكلورثيازايد or individual prescription of
80 ملغرام يعني أنا شنو صار عندي الأوبشنات هسه الخيارات اللي عندي؟ أولا يا إما أنطي اللوست دوز السابقة الكومبينيشن اللي هو 80 بالاثناعش ونص، وأضيف وياه شريط منين 12.5 ملغرام من الهيدروكلورثيازايد العلاج الثاني، يعني أضيف شريط واحدة من الهيدروكلورثيازايد والكومبينيشن هذا الأول أخليه واحدة. الأوبشن الثاني الخيار الثاني اللي عندي راح أنطي كل واحد شريط واحدة، أنطي 80 ملغرام من الفالزارتان وأنطي وياه 5 شريط أو 25 ملغرام من الهيدروكلورثيازايد. واضح؟ فأول أوبشن أنطي additional prescription for عندي 12.5 ملغرام من الهيدروكلورثيازايد additional يعني بالإضافة لل lowest dose combination اللي هو شريط يحتوي على 80 و 12.5، أو لا أفصلهم بعد أنطي individual prescription أنطي كل واحد واحد، الفازارتان شريط أبو 80 والهيدروكلورثيازايد شريط أبو 25. آخر موضوع عندنا هذا الشابتر، يبقى شابتر بهذا المحاضرة إن شاء الله ناخذه هسه، السبلتينج تابلتس يعني التابلت اللي تنفصل اللي أقدر أكسرها وأقسمها إلى نصفين. number of tablet are scored or grouped تشوفون بالنص فد علامة خط أو مثل التقعر اللي صاير. to allow breaking المن شنو فائدة هذا السكور أو الجروف؟ to allow ممكن يجي فراغ to allow breaking into the approximately equal pieces usually halves يعني اقسم الحباية بالنص حتى تنطيني نص بنص، يعني اذا ابو العشرة المفروض تنطيني 5 بـ5. this allow dosage flexibility يعني المريض يقدر يقلل الجرعة للنصف ما يحتاج يعني يستخدم هو العلاج العدة. particularly when patient is started at half dose يعني اذا المريض يبدأ بجرعة نصف فيقسم الحباية يقدر then saturated to up to full dosage level يعني أنا عندي حباية فرضاً أم 5، المريض بالبداية قال أم 10، الطبيب بالبداية قال له تستخدم 5 ملغرام لمدة 3 أيام مثلاً، فيقدر ياخذ نص الحباية بعدين يرجع للعشرة. For some medication the price of tablet of twice the strength required is similar to the lowest strength مثل العلاج أبو 5 ملغرام هو نفس العلاج نفس سعر العلاج أبو 10 ملغرام، فالمريض شو يسوي؟ آخذ أبو 10 وأنا أقسمها بالنص، شرط انه موجود عندي علامة بالنص انه هذه ممكن تنكسر، مو كل العلاجات ممكن تنكسر، قسم ده تأثر على الستيبلتي تأثر على كثير من الامور. and the patient can double his or her supply by tablet splitting تقسيم التابلت. but this practice of result in unequal portion في بعض الاحيان راح ممكن ينطيني unequal portion انقسامات مو متساوي of tablet and thus in even doses يعني ممكن تكون واحدة من الجرعة 4 ملغرام واحدة من الجرعة تكون 6 ملغرام. Additionally, patient may not be aware that many salt dosage forms should not be cut or crushed, but must remain intact for a يعني قسم العلاجات must not تبقى هذه ما تتكسر، فقط اللي تحتوي على scored or grooved ممكن أني أقسمها إلى قسمين. طلابنا عاد example على ال tablet splitting. إن tablet 20 ملغرام in scored ما مقسومة بالنص. يعني ما عليها فد علامة سكور أو جروفد اللي هي المفروض نشوفها، يلا نقسم الحباية فهي إن سكورد، فالبيشن قسمها نصين الفرق ما بين النصين راح يكون 1.5 ملغرام نترك كونتين. the summing wall tablet was uniform يعني توزيع العلاج بداخل الحباية يكون uniform لأن هي إن سكورد. calculate the amount of drug in each half tablet قد كمية العلاج اللي راح تكون موجودة بكل نص من الحبايات من الحباية انقسمت. فاحنا نفرض انه عندنا اللارج هالف النص اللي يحتوي على كمية اكثر نسميه L والنص اللي يحتوي على كمية اقل نسميه S small. مجموع الاثنيناتهم مش قد يساوي لي 20 ملغرام، هي التوتال الحباية الكلية 20 ملغرام من المادة الفعالة، مش قد الفرق بيناتهم 1.5، إذن L ناقص S راح يساوي لنا 1.5 معادلة تعرفوا هذه السؤال السادس 2L راح تساوي لنا 1.5 ملغرام نقسم على 2
2 نقسم عليها راح يساوي لنا 10.75% من الغرام. هذا اللارج تابلت. زين، الجزء الأكبر. الجزء الأصغر هذه الأس تساوي 20 ناقص ال ويساوي 20 ناقص 10.75 ويساوي لنا 29. هذا هو النص الثاني، حتى نتأكد نجمعهم 29 زائدا 10.75 راح يساوي لي 20، وهو التوتال دراج كونتنت. وممكن أن 10.75 ناقص يعني اللاج ناقص السمول راح يطلع لي الفرق بيناتهم 1.5، إذن مضبوط حساباتي. وهذا نهاية الشابتر الأول الخاص بالكالكوليشن. إن شاء الله نكمل محاضرتنا على المقطع القادم.